بداية الحملة الانتخابية كل أنواع الفنون الشعبية حاضرة، وكيف لا تسجل فرقة العساوة حضورها الذي يضمن حضور الجماهير. ليس هناك طعم بدون الغايطة والبندير، الرقص على أنغام الطبل فرصة للتنفيس، وفرقة الساكسون لها مفعول آخر. وأما الفولكلور والبارود له قولته في هذه الحملة الانتخابية، طبوع ثقافية تخدم بامتياز الأحزاب السياسية، فأحياناً يلجأ القائمون على هذه الحملات استمالة الطبقة الشعبية عن طريق هذه اللمسات لضمان حضور مشرف وملء القاعات.